رجعنا لسوريا ورجعنا لفقراتنا. رح نحكي بأول فقرة عن فن العمارة يلي بيأثر على حياة وسلوكيات الإنسان وحتى على راحته، وبيبقى الهدف النهائي منه هو إقامة المنشآت المختلفة لتكون مأوى مناسب بيخدم احتياجات الشخص وبحقق له رغباته إن كان وظيفية أو جمالية. بفقرتنا لليوم رح نحكي عن تأثير العمارة على الإنسان وكيف ممكن أصلاً الإنسان يأثر بالعمارة كمان، وكيف ممكن تنعكس آثارها على المجتمع. المهندس المعماري الأستاذ نادر مقصوصة من شركة عمران الشام الهندسية رح يكون ضيفنا لندردش بهالخصوص. صباح الخير. صباحك هلا أستاذ. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ نادر. يمكن الهندسة مجال كبير وله عدة اختصاصات، ويعني هذا الشيء المعروف، لكن يمكن أوقات عند البعض ممكن يختلف عليهم وظيفة كل مهندس، خلينا نقول، فهن يروحوا اتجاه غلط بدل ما يروحوا مثلاً لاختصاص معين. بداية، شو هي وظيفة المهندس المعماري؟ هلأ المهندس المعماري هو وظيفته هو تلبية الحاجات الإنسانية للإنسان من النواحي الوظيفية والنفسية والفكرية وحتى الجمالية الحسية. فنحن كهندسة عمارة هي من الإنسان للإنسان، يعني هي موجودة مع بداية الإنسان. خلينا نقول تأمين المسكن له، تأمين حاجاته بأي مكان بأي فراغ هو عم يعيش وعم يحس فيه من جميع النواحي لحتى تخدم هذا الإنسان، حتى الإنسان يكون هادف، يكون قادر إنه هو ينتج أو يكون فعال بالمجتمع، لازم يكون مرتاح بكل نواحي حياته. فنحن كمهندس عمارة هو مسؤول عن، خلينا نقول، يعني سعادة الإنسان بالمطلق بأي مجال هو عم يعمل فيه أو عم يدرس فيه أو عم يتفاعل فيه. بأي وسط فراغ عم يكون متواجد فيه لازم يبدع ولازم يكون مرتاح وظيفيا وجماليا. برجع بأكد على هالكلمتين لأنه العمارة تعنى بالتنتين. شركة عمران الشام وظيفيا وجماليا وغيرها من الامور، شو بتقدم وشو بتخدم؟ هلا نحن على الناحيه الوظيفيه خلينا نحكي عن مشاريع على مستوى تخطيط مدن او اقليمي. طبعا في شيء اسمه برنامج وظيفي او كثافه سكانيه معينه بالنسبه للفرد للسكن، للمساحات الخضراء اللي هو بيحتاجها، للمؤسسات التعليميه او التربويه. عم نحكي من اكبر مجال، عم نحكي لمجال تخطيط عمراني، لاقل خلينا نقول لمجال السكني او اللي عم يعيش الفرد، الوحده السكنيه الصغيره للمجتمع الكبير. بالوحده السكنيه الصغيره بالبيت، اذا خلينا نقول البرنامج الوظيفي الصح اللي عم يعيش فيه، توجيه المنزل، اعتناء بالفراغات التعايشيه او مثلا قسم النوم، قسم المعيشه، التفاعل، هذا الشيء نحن بنحاول نركز على هذا الامور ليكون الانسان مرتاح ببيته. يعني نحن بنقول انا موضوع ما هو جدار او فاصل، لا، هو فصل، يعني فصل وظيفي، فصل جمالي، فصل تعايشي بيكون بالفراغ. يعني فكثير لازم يكون ضروري ان كان تقسيم داخلي يكون مدروس صح، او بمكان ممكن يكون تجاري او مشفى، اذا في علاقات وظيفيه غلط فبيكون المبنى في كارثه، يعني ما حدا مرتاح فيه، ما حدا عم يتفاعل، ما حدا عم ينتج فيه. صحيح. نحن حنبلش هلا كمان شوي بركي نتابع مع بعض صور لبعض المشاريع يلي عم تشتغلوا عليهم، بركي هلا بنتابعهم مع بعض وهيك بركي بتحكي لنا اكثر. احكي لنا شو اكثر المشاريع اللي انتم عم بتركزوا عليها حاليا، خلينا نقول بالفتره الراهنه. هلا بالقسم المعماري في عم نحاول نشتغل على الكتل المعماريه او الناحيه الجماليه مثل ما حكينا. في عندنا مشروع مبنى بشارع بغداد، هذا المبنى تراثي شوي، هو مبني قديما يعني جدا، فكانت الصعوبه انه نحن نحافظ على تراثيه المبنى ونرجع نهيه. وهي الصور القديمه او الوضع الحالي خلينا نقول، عم نحاول نجمله بطريقه يضل في له لمسه طابع دمشقي او طابع تراثي بمدينه دمشق. هي مراحل العمل كان في تعديل الواجهات، دراسه النسب صح، النوافذ، هو له غرض تجاري كمان. يعني العماره بدها تحقق غرض تجاري للمشروع. هون بالديزاين عم نشوف كيف الشكل، كيف دخلنا ماده جي ار سي على الواجهات لنحاكي الحجر الطبيعي الموجود. يعني ما بدنا نعمل مداخله تكون تسيء للمبنى، لا، بدنا نجمله بطريقه هو الترميم فن بحد ذاته. تمام، هي احد الاقسام انه ترميم. نحن والمبنى له طابع يعني مميز بمدينه دمشق. تمام. هلا بنشوف بعد شوي كمان محضر سكني بمنطقه قرى الاسد، نبلش نشوف صور لنعلق عليه هون.
هاي المنطقة كمان معروفة إنه قد ايه بيعنى بتصميم واجهاتها الخارجية وأيضا الداخلية. شو الأسلوب المعماري اللي اتبعتوه بالمشروع اللي لازم نشوفه على الشاشة فورا؟ مثل ما هي نمطها شوي مميز بقرى الأسد، فأخذنا نمط النيو كلاسيك بالواجهات، يعني شوي كلاسيكي بس بطريقة مودرن. يعني نحن كمان مدخلين مادة جي آر سي، حجر محلي رحيباني. لا بمشروع بقرى الأسد المجمع السكني هذا، في اعتنينا بمبدأ بالناحية الوظيفية، خلينا نقول انه نحن عملنا الديزاين تبع المبنى بشكل حرف يو، عملنا فراغ تعايشي بقلب المبنى عم يخلق جو من العلاقات، يعني ما انه نحن كتل بيتونية سكني، لا صار في عنا جو مكررة. صار في عنا تمام مثل ما عم نشوف في عنا باثيوم مشترك لأهل البناء مخدمين. صح، كمان بنكسب إطلالة أكثر، توجيه أكثر للمنزل، يعني بصير له اتجاهين، بصير له اتجاهين تمام شرقي غربي مثلا. تمام، هلا من الناحية السكنية كمان هذا يعني في 38 شقة عم يخدم عدد أفراد ضمن مساحة خلينا نقول يعني مناسبة، معناها هي كبيرة أو صغيرة، يعني من ناحية خدمناهم وظيفيا، خدمناهم من ناحية الجمالية ومن ناحية الإطلالات، يعني تمام يعني كله بيكمل بعضه، عوامل كلها مشتركه لحتى الواحد خلينا نقول يشعر براحه يعني ضمن بيته. هي عمليه متكامله من كل النواحي، هي هون مسؤوليه المهندس العماره لحتى يعني هي حل مشكلات خلينا نحكي على مستوى سكني، على مستوى وظيفي، على مستوى تخطيط مدن اقليمي. تمام. يعني احنا كثير يعني مرحله مهمه لاعاده الاعمار، لننظر الامور يعني أما للإنسان حاجياته الأساسية، حاجة المسكن للإنسان هي بتجي بعد حاجة الغذاء، يعني هي أساس وجود الإنسان يعني. أوكي. صحيح. كمان عم يمرق معنا صور نفس المشروع، يمكن اللي مرق بقرى الأسد نفس المشروع، هذا المخطط النهائي بثلاثي الأبعاد اللي عم يظهر، وحلو نحن اليوم عم نستخدم كل التقنيات الجديدة يلي بتساعد الزبون كمان يشوف شو النتيجة المتوقعة قبل ما يبلش التنفيذ على أرض الواقع. هذا بيوفر كتير جهد وبيوفر كتير تكاليف ومواد بناء. طبعاً عم نشوف أوفات وفيديوهات لكيف مثلاً أنتم مشاريعكم عم تنفذوها. هي مرحلة التنفيذ القاعدة البيتونية للمبنى الإنشائية، فضل من الله نحن بمشاريعنا يعني أخذين خط خيانه من البداية للنهاية، من مرحلة إعداد المشروع ودراسته ومخططاته الثلاثي الأبعاد المعماري، التصميم المعماري، الدراسة الإنشائية للمشروع، حتى الانتيريور الديكور، يعني الشقق السكنية فيها انتيريور، فيها دراسة من الأرض للمفتاح، من الأرض يعني للمفتاح. تمام، يعني يكون الموضوع متكامل يعني بشركتنا. تمام تماما. يعني يمكن ذكرنا كنا من شوي أستاذ نادر أهمية يمكن البناء خلينا نقول تصميم المنزل بحيث أنه هو يعطي راحة نفسية للشخص، بنفس الوقت يمكن الناس بتدور كمان ببعض الأوقات على الفعالية، بمعنى أنه يكون البيت عملي، وكمان كنت هذا الشيء ذكرته ببداية حديثك. فشو الأسس اللي كمان عم تتبعوها بحيث أنه كمان يكون المنزل عملي قدر المستطاع؟ هلأ منزل عملي بصراحة هي ما في أسس أو قواعد ثابتة، لأنه هي بالنهاية بدك تلبي حاجة الشخص أو الزبون أو المستعمل للفراغ. صحيح. فالإنسان حسب حاجته، حسب رغباته، حسب توجهه، أحيانا يعني حسب مهنته، حسب بيته وطبيعته. ففي ناس نحن بنعطيهم قواعد أسس للتقسيم الداخلي للمنزل، إنه نحن ممكن القسم الليلي نفصله تماما عن القسم النهاري، فراغ المطبخ مثلا بده يكون عم يخدم بالدخول للمنزل قريب، عم يخدم مثلا ركن الطعام. في رغبات، يعني في ناس بتفضل الكيتشن المفتوح على الصالون او كذا. صح. في ناس لا بيقول لك انا بدي منعزل وكذا. نحن بنحط له خطوط اساسيه بالتوجيه، بالرياح، بالشمس، بالاطلالات، يعني قسم المعيشه ضروري يكون اخذ اطلاله مثلا، قسم النوم يكون على القبلي، يكون دافي بالشتاء، يعني في هي كثير نواحي مهمه، يعني المطبخ بعيد عن الرياح، يعني عن اتجاه الهواء بصير مشكله بعدين. يعني عن جد اوقات لا يمكن بيوت وردها كثير حلوه، بس عن جد بيقول لك انا بيتي لا بفوت الشمس وبارد دائما، مو مخدم. صح، تمام، هو ما له موجه. صح، ما له مخدم. صح، احنا بنحط له قواعد اسس، وبالنهايه هو بيختار حسب هو طبيعته، حسب هو شو بيحب شو بيفضل. بالختام، كيف ممكن ينعكس تاثير الفن المعماري على المجتمع؟ حكينا كيف بينعكس على راحه الفرد، ولكن على المجتمع ككل لما نشوف وحدات سكنيه مثل اللي عم تعملوها مثلا، شو الاثر الايجابي اللي راح ينعكس على المجتمع؟ هلا هذا طبعا
بيخدم عملية تنمية شاملة أنا بعتبرها بمجال البناء والعمارة. نهضة العمارة والبناء مرتبطة خلينا نقول باقتصاد دولة، بتنمية دولة، حتى موضوع الناتج للإنسان خلينا نقول على كل المجالات. لما يكون المجال التعليمي أو السكني أو التجاري أو التفاعلي يكون مدروس صح ومخدم صح، هذا حيعطي تنمية كاملة للمجتمع. صحيح. يعني استاذ نادر ما ضل غير نتشكر وجودك معنا وكل هالمعلومات اللي خبرتنا اياها، واهلا وسهلا فيك دائما. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكم، يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا.